بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب الكلام بحلو السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومساء جديد في منتصف أيام الأسبوع مشاهدينا مع هذه الأجواء الجميلة أيضا الطيبة والمنعشة، نصحبكم بأحداث رياضية مختلفة بالإضافة إلى جولة مع الصحف المحلية والعربية والعالمية. في فقرة الحدث لهذا اليوم سيكون حديثنا بإذن الله تعالى عن تحدي مسقط للمكفوفين لكرة القدم بعد أن كتب منتخبنا الوطني انتصارين على المنتخب الهندي هنا في مسقط، والتي احتضنت أولى المباريات الرسمية للمنتخب منذ إشهاره. كما ستكون لنا العديد من المحطات المختلفة والتي سنقف لمتابعتها كما أعودناكم دائما في برنامج الحدث خلال ساعة من الآن، سنقف أيضا مع تفاصيلها المختلفة تباعا بإذن الله. إلى أولى محطاتنا مع عناوين الصحافة نستهلها من الأخبار المحلية، حيث أبرزت صحفنا المواجهة المهمة المنتظرة لمنتخبنا الوطني الأول أمام الشقيق العراقي في مستهل المشوار في بطولة كأس العرب التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة. كما خصصت الصحف مساحة للحديث عن حصيلة منتخبنا الوطني للناشئين لألعاب القوى في البطولة العربية التي أقيمت في تونس وغيرها أيضا من المواضيع والتفاصيل، نتابعها من خلال هذا التقرير. الأحمر عينه على نقاط الافتتاح في موقعة الجنوب، عنوان أحمر عريض أبرزت من خلاله صحيفة الشبيبة المواجهة الافتتاحية التي سيخوضها منتخبنا الوطني الأول أمام شقيقه العراقي في افتتاح مباريات المجموعة الأولى. من جهتها خرجت صحيفة الرؤيا معنونة منتخبنا يدشن المشوار العربي بلقاء أسود الرافدين، مؤكدة أن برانكو يأمل ظهورا قويا للأحمر وسط اهتمام واسع من قبل الفيفا بالبطولة. صحيفة عمان وصفت أجواء التدريبات بالمفعمة بالحماس والطموحات وسط حالة من التركيز على أهمية الجوانب الدفاعية، وأشارت إلى أن الجماهير العمانية كعادتها تجدد الوعد في مؤازرة الأحمر في البطولة. إلى صحيفة الوطن والتي أكدت إلى أن الأحمر يطمح في حصد النقاط الثلاث والتي ستعطي المنتخب دفعة كبيرة للذهاب بعيدا في هذا المحفل، وهو ما أكد عليه أيضا الناقد الرياضي صالح البارحي في عموده الإسبوعي، مشيرا إلى لقاء اليوم أمام أسود الرافدين يجب أن يكون مفتاح التأهل للمرحلة القادمة. بعيدا عن أخبار المنتخب، فقد خصصت صحيفة عمان صفحة كاملة للحديث عن حصيلة منتخبنا الوطني للناشئين في مشاركته في منافسات النسخة الثامنة للبطولة العربية لألعاب القوى للناشئين والتي أقيمت بملعب رادس بتونس، بعد أن شهدت المشاركة إحرازة ذهبية عبر العداء حمزة بن عبد الله الجابري في سباق 400 متر عدوا، والثانية ميدالية فضية عبر فريق التتابع المتنوع. صحفنا المحلية تناولت أيضا انطلاقة البطولة المحلية لالتقاط الأوتاد بولاية الدقم بمحافظة الوسطى اليوم، والتي ينظمها الاتحاد العماني للفروسية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد على مدى يومين. تأتي هذه البطولة تمهيداً لمشاركة منتخب سلطنة عمان في البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد باللباس التقليدي الرياضي إلى جانب 20 دولة من مختلف قارات العالم بعد اكتمال الاستعدادات لانطلاق البطولة. صحيفة عمان أبرزت أيضاً حوارها الخاص مع الدكتور مروان بن جمعة الجمعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي، الذي أكد أن منافسات مسابقة كأس جلالة السلطان للهوكي في نسختها 51 تشهد مستويات فنية جيدة على الرغم من التوقف الطويل للمسابقات، وأشار إلى أن هناك استراتيجية واضحة في تطوير مستقبل اللعبة خلال المرحلة المقبلة.
إذن مشاهدينا تابعنا هذا التقرير من الصحف المحلية التي أبرزت المباراة الافتتاحية المنتظرة والكبيرة والتي ستكون إن شاء الله تعالى أسود الرافدين في مونديال العرب. تابعت أيضا آخر التحديثات لتدريبات برانكو، الكل يترقب هذا المشهد الافتتاحي الكبير وسط متابعة من الفيفا للبطولة. في أيضا عناوين أخرى تابعناها، وبكل تأكيد نبارك أيضا لأبطالنا هناك في البطولة العربية بتونس، العداء حمزة بن عبد الله أيضا الجابري في سباق 4 متر عدو، وأيضا ميدالية فضية عبر فريق التتابع المتنوع. دعوني أرحب باسمي واسمكم بالإعلامي والصحفي الرياضي الأستاذ أحمد السلماني، متواجد معي هنا في طاولة الحدث لمتابعة أيضا تفاصيل هذه المحطة. نرحب بك أستاذ أحمد ويسعد مساك بكل خير. مساء الخير ومسي على المشاهدين، وعسى إن شاء الله اليوم يوم طيب يعني ويوم يعني نتفائل فيه على أساس أنه منتخبنا إن شاء الله يحقق اليوم يعني انتصار يمهد للطريق أنه هو يتأهل للدور الثاني. يعني أنت إذا فزت في المباراة الأولى إن شاء الله تكون أمورك سهلة بإذن الله للتأهل. نعم، فاتحة خير بإذن الله تعالى اليوم أمام العراق، كيف تنظر إلى هذه المباراة بشكل سريع؟ والله وما المطلوب من برانكو؟ هو كل المؤشرات أو الأرقام أو الأشياء كثيرة يعني ترجح كفة منتخبنا أنه هو اليوم ممكن أنه يحقق نتيجة إيجابية أمام العراق. نعم. اللي يعاني من ظروف، ولكن دائما من رحم المعاناة تولد المعجزات. فأنا نخشى أن العراقيين اليوم راح يقول إحنا والله نريد يعني نقفز فوق هذه الظروف أن إحنا ممكن نهزم المنتخب العماني، ولكن فعلا لا عذر اليوم أمام منتخبنا أنه هو يقدم مباراة جيدة قبل النتيجة. نريد منتخبنا يظهر حتى في تقاريرهم التلفزيونية تقارير كثيرة يعني تتحدث عن برازيل الخليج والنكهة البرازيلية اللي موجودة في المنتخب العماني. هذا نريدها، لأن هذه البطولة بلا ضغوط. أنت اليوم ما تلعب تصفيات، أنت تلعب بطولة أكثر صراحة بصراحة يعني أكثر منها هي ودية أكثر منها أن هي رسمية، والدليل على أنه ما مسموح للاعبين المحترفين أنهم ينضموا لمنتخباتهم. نعم. ولكن هي بطولة مهمة، بطولة تجي يعني بطولة تجي بعد توقف دام 9 سنوات تقريبا، آخر بطولة كانت في 2012. نعم. بطولة فيها كل العرب لأول مرة، حتى المنتخبات اللي شاركت في التصفيات التمهيدية، يعني بطولة أيضا في أجواء مونديالية يشرف عليها الفيفا بشكل مباشر. نعم. هي فرصة للاعبين أنهم حط أنظار العالم. نعم. فرصة للاعبين ولاعبين كل المنتخبات أنهم يظهروا في هذه البطولة، لأن تعرف اليوم الأعين ما بس تراها على مستوى المنطقة العربية. نعم. اليوم العالم أجمع يشوف لهذه البطولة، هناك من له مآرب في هذه البطولة، هناك أيضا من ينظر إلى قطر هل ستنجح أم لا. نعم. أشياء كثيرة. نعم. يعني اليوم تفرز هذه البطولة. نعم. هناك من ينظر أيضا إلى اللاعبين كاستكشاف، ربما سيكون طريق لمستقبل للأندية. بالضبط. وهذا رسالة نوجهها للاعبين أيضا، يخلوا هذا الشيء ما أولوية اليوم أنت لازم تلعب للمنتخب يعني. نعم. لكن متى ما كان هناك في نتائج في أداء جماعي ونتائج طيبة، طبعا أكيد أنه راح تكون الأعين على لاعبين منتخبنا بلا شك، ولاعبين كل يعني منتخبات كل المنتخبات. فنتمنى. نعم. إن شاء الله من اللاعبين أول شيء التركيز في المباراة، اللعب بجماعية، متى ما كانت النتائج إيجابية أكيد راح يكون طلب عليهم يعني. أكيد. وهذه لو حدثت يعني لاعبين احترفوا أكيد راح ينعكس إيجابا على الكرة العمانية. وأصعب ما نواجهه الآن في وضعنا الكروي في السلطنة أنه عدم وجود لاعبين يلعبون في مسابقات كبيرة يعني. نعم. لكن عسى اليوم. نعم. إن شاء الله النتيجة تكون إيجابية. نعم. البطولة العربية أستاذ أحمد، حصولنا على ميدالية ذهبية كانت كفيلة فعلا أنه هذه الأسماء وهذه المنتخبات قادرة على أن تحقق الكثير من الإنجازات على مستوى ألعاب القوة. نعم بالضبط، يعني حقيقة استبشرنا خير يعني وتفائلنا، واتحاد القوى اليوم بإدارة الجديدة حقيقة تسعى حثيثا، واضح تماما العمل يعني في عمل يبنى على عمل سابق من الاتحاد السابق حقيقة يعني. نعم. الإضافة موجودة، ولكن هذا أفضل شيء يعني الاتحاد العماني لألعاب القوى اليوم أنه يبني على ما يعني تحقق من إنجازات جيدة في فترة الماضية يعني. نعم. فالحقيقة يعني وإحنا نشوف لاعبيننا وهم ينافسوا بقوة يعني رياضينا وعدائينا حقيقة هذا شيء مبشر. طبعا الناشئين العمل عليهم كبير، التعويل عليهم أيضا كبير، لكن العمل عليهم كبير واضح تماما. أنا صراحة ما فني ولا لكن واضح يعني من عدو اللاعبين كذا انهم بحاجه الى عمل كبير يعني، لكن على مستوى فئتهم حققوا انجازات جيده. اتحاد القوى اليوم مطالب
بتوفير يعني وتكثيف الجهود أكثر. نعم وتوفير أيضا كوادر فنية لتأهيل هذه اللاعبين. يعني تعرف وين تفرق؟ هي تفرق في أشياء بسيطة جدا يعني. إنه ما يتوقف العمل عند هذا المسار، إنه حققنا ميدالية أو خلافه في هذه البطولة، إنه خلاص يعني بالعكس نستمر لدعم هذه المواهب لبطولات قادمة على مستوى حتى عالمي. بلا شك يعني، العمل امام هذا الاتحاد عمل كبير يعني، في وفرصه جيده انه مثل هذه البطولات اليوم تظهر لك لاعبين، تبرز لك لاعبين، انت عليك اليوم انك انت تركز عليهم وتوفر لهم كل ما يطلبوه. يعني ما يطلبوا اللاعب، لا انا اتكلم عن ايش هي الاشياء اللي لازم تتوفر على اساس هذا اللاعب اليوم يكون في منصه تتويج. عمل كبير جدا يعني، وفي يحتاج له الى تركيز، ويحتاج له الى خبرات فنيه عاليه جدا. جميل. ما نوقف عند هذا الحد مثل ما تفضلت، علينا ان احنا نشتغل كثير. كسؤال اخير، في صحافتنا المحليه هناك الحديث عن منتخبنا الوطني للمكفوفين يتجاوز الهند في مباراه وديه ثانيه، ماذا تقول ايضا في هذا الصدد استاذ احمد؟ والله شيء جميل ومبشر. هم اليوم راح يكونوا ضيوفنا ان شاء الله. ان شاء الله يعني، هذه اول مباراتين لهم وظهروا أمام المنتخب الهندي اللي مصنف خامس عالمياً يعني، فهذا شيء جيد. خامس آسيوياً. نعم. يعني فجيد جداً أن منتخبنا المكفوفين يعني يحقق نتيجة إيجابية في أول مباراتين وفي أول ظهور له. طبعاً البطولة الاستحقاق القادم بيكون في أكتوبر 2022، وبالتالي الفرصة كبيرة ومواتية. نعم. وجميل جداً من اللجنة البارالمية أن هي تهتم بهذا المنتخب. نعم. وواضح تماماً أنه يعني صراحة شيء مبشر جداً أن احنا راح نحقق نتائج جيدة بالنسبة لهذا المنتخب. نعم. وراح يكون إن شاء الله تعالى المدرب منتخبنا الوطني للمكفوفين أسعد الذهلي، وأيضاً لاعب منتخبنا الوطني سعيد العيدي ضيوفنا إن شاء الله تعالى خلال الأوقات القادمة من برنامج الحدث. ننتقل بكم مشاهدينا إلى جولتنا في الصحف العربية. لا حديث يعلو فوق صوت بطولة كأس العرب التي ستبدأ اليوم منافساتها. لا حديث يعلو في الصحف العربية على بطولة كأس العرب والتي ستنطلق منافساتها مساء اليوم، فقد خرجت صحيفة الراية القطرية على صدر غلافها بعنوان قالت فيه: ليلة عربية تحت الأضواء العالمية. ونظراً لأهمية الحدث ونسبة المشاهدة العالية المتوقعة لحفل الافتتاح، فإن هذا الحفل سيشهد إرسال العديد من الرسائل المهمة التي تنبع من الوحدة العربية وروابط الإخوة، ومنها رسالة إلى الطيور العربية المهاجرة التي تركت أوطانها العربية بحثاً عن بيئة عمل وحياة أفضل التي أسهمت في بناء الإنسان على المستوى العالمي، كما أن كرة القدم والموسيقى من الأمور التي تجمع العرب، لذلك سيكون هناك تطواف موسيقي متعدد الذائقة والإيقاع في الحفل. وأخيراً فقرة للأناشيد الوطنية العربية وبما تحمله من قيم الانتماء للعروبة سيكون لها نصيب في الحفل عبر فقرة عاطفية مؤثرة. وأبرزت صحيفة الرياضية السعودية على غلافها خبر انطلاق مونديال كأس العرب 2021 والذي سينطلق بأربع مواجهات، وسيكون الافتتاح الرسمي بمواجهة تجمع منتخب قطر بنظيره البحريني على ملعب البيت في مدينة الخور، والذي يعد ثاني أكبر الملاعب القطرية من حيث السعة، في محاكاة لما ستكون عليه انطلاقة مونديال 2022. وتعود كأس العرب بثوبها الجديد بعد غياب 9 أعوام في ضيافة قطرية ل16 منتخبا يتواجهون على 6 من الملاعب المونديالية الثمانية. وللمرة الأولى تقام كأس العرب تحت مظلة الاتحاد الدولي فيفا في نهائيات ستكون بمثابة بروفة مصغرة لكأس العالم التي تستضيفها للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم. وإلى البحرين، فقد أكدت الصحف على جاهزية المنتخب البحريني للمعترك العربي ومواجهة صاحب الأرض
والجمهور منتخب قطر في افتتاح بطولة كأس العرب العاشرة على ملعب البيت المونديالي. ويدخل الأحمر البحريني البطولة بطموحات تأكيد وإثبات وجوده في مشاركاته الإقليمية في السنوات الأخيرة التي أفرزت فوزه بلقب بطولة غرب آسيا وكأس الخليج. إلى الإمارات، فقد استعرضت صحيفة الرؤية الإماراتية على غلافها الرياضي خبر المواجهة التي ستجمع الأبيض الإماراتي مع نظيره السوري لتخرج بدورها بعنوان قالت فيه: منتخب الإمارات يتطلع لاصطياد نسور قاسيون في كأس العرب. وأكمل منتخب الإمارات جاهزيته لمباراته الافتتاحية في بطولة كأس العرب فيفا 2021 أمام نظيره السوري الذي يلتقيه ضمن حسابات الجولة الأولى من دور المجموعات على ملعب 974 بالدوحة. وفي العراق، استعرضت صحيفة المدى تصريحات نجم الكرة العراقية السابق والذي يشرف على منتخب أسود الرافدين، حيث أعرب عن أمنيته بالمحافظة على السجل الذهبي لبطولة كأس العرب، مؤكدا أن أسود الرافدين يطمحون للمحافظة على مكاسبهم في النسخ السابقة من البطولة باعتبارهم الأكثر تتويجا بالكأس العربية. إذن مشاهدينا، تعود كأس العرب بثوبها الجديد بعد غياب 9 أعوام في ضيافة قطرية ل16 منتخبا يتواجهون على 6 من الملاعب المونديالية 8. وللمرة الأولى تقام كأس العرب تحت مظلة الاتحاد الدولي الفيفا. الكل يترقب الحدث الأبرز اليوم، الليلة العربية التي ستكون محط أنظار العالم وكل العالم كما وصفتها هناك الصحف العربية، حدث مهم وكبير ومونديال مثلما قلنا لكل العرب. رسائل مهمة سيشهدها حفل الافتتاح نابعة من روح الوحدة العربية وروابط الأخوة. على كل سنناقش كل تفاصيل هذا الحدث وبكل تأكيد، لكن إن شاء الله تعالى بعد الاتصال الهاتفي مع الأستاذ عيسى النوبي المنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني الأول متواجد هناك في الدوحة بقطر، سيحدثنا عن المشهد خلنا نقول قبل ركلة البداية. نرحب بك أستاذ عيسى عبر برنامج الحدث، إن كنت تسمعني، كيف تبدو الأجواء قبل انطلاق ركلة البداية لأكبر حدث عربي كبير؟ أهلا وسهلا أخي أيمن، أرحب بك طبعا وأمسي عليك وعلى ضيفك الكريم الأستاذ أحمد. طبعا بالنسبة للأجواء، الأجواء جدا طيبة هنا، واللاعبين الحمد لله رب العالمين مستعدين ودائما في كل الحصص التدريبية يعني اللي سبقت هذا اليوم. الأجواء بينهم طبعا حماسية واضحة، وأيضا واضح تماما الاستعداد بينهم مع بعضهم بعض، وأيضا جدية في التمارين وكذلك حتى في الحصص أو المحاضرات الفنية لما يقدمها المدرب للاعبين، والتحفيز الدائم نفس الشيء، وكذلك وقفة مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة قدم مع اللاعبين وبين فترة وفترة زيارات تصير ويذكروهم دائما بأهمية هذه البطولة. وأيضا نريد نفس الشيء السلطنة بكبرها هناك تنتظر هذا المشاركة ومباراة مهمة طبعا اليوم مع المنتخب العراقي. منتخب عراقي صاحب تاريخ كبير، وأيضا المجموعة اللي فيها هي فعلا مجموعة خاصة أن نعتبرها ذو طابع خصوصي كون المنتخبات اللي فيها كلها خليجية. وكلها أبطال طبعا، إذا تكلمنا عن المنتخب العراقي سبق وأن فاز بهذه البطولة سابقا أعتقد مرة واحدة ومن غير كأس آسيا، هذه البطولة 4 مرات عذرا، كأس آسيا وأيضا كأس الخليج. والمنتخب القطري كان آخر بطول آخر بطل لكأس آسيا، وبحرين نفس الشيء بطل كأس الخليج. فهذه المجموعة جدا قوية، ونفس الشيء نحن كمنتخب عماني جاهزين لهذه المنافسات في هذه المجموعة، ونطمح نفس الشيء أن نفوز في مباريات، دائما ندخل مباريات من أجل الفوز ونصعد من هذه المجموعة ونذهب للأدوار المتقدمة بإذن الله. نعم أستاذ أحمد، سؤال حاب تسأله لي أستاذ والله عيسى. ما أعرف أستاذ عيسى، بس كنا نريد نسأل يعني إن شاء الله اليوم موفق منتخبنا، بس ما أعرف وأنت قريب من المنتخب حظوظ المنتخب في تجاوز هذه المجموعة إذا ما علمنا أن هي مجموعة خليجية يعني،
والمثل عندنا يقول يعني ايش الديك وايش مرقت الا واحد يعني، فما اعرف حظوظ منتخبنا بالنسبه لتجاوز هذه المجموعه هذا اولا. وثانيا استاذ عيسى، هي يعني هل في وعود كذا من الشيخ رئيس الاتحاد او من الاتحاد بالنسبه للاعبين في حال تاهلهم، انه في شيء يعني شيء معين كذا ممكن اللاعبين يعني يحفزهم لانهم يقدموا مستويات جيده؟ والله كابتن احمد، بالنسبه للحظوظ، الحظوظ كلها متساويه لجميع المنتخبات الموجوده. مثل ما قلت واسلفت ان هذه ذو طابع خاص كون المنتخبات الموجوده كلها خليجيه، والكل يعرف يعني لما تتواجه المنتخبات الخليجيه ايا كانت يعني قوه المنافس في البطولات اخرى مثل التصفيات وكاس اسيا، الا ان في لما يكون التواجد بين الخليجيين يكون ذو طابع اخر يعني، وتكون المنافسه شديده بين المنتخبين ايا كانت أو أي كان الترتيب في على المستوى العالمي أو على المستوى العربي. فالحظوظ متساوية بين المنتخبات كلها، فقط يبقى التركيز والمنتخب اللي يعني يدخل بعزيمة الفوز وأيضا تركيز طوال المباراة، يبتعد عن الأخطاء. نفس الشيء اللاعبين مطالبين أنهم يعني يتبعوا تعليمات المدرب، لأن المدرب دائما يدرس الخصم ويعمل نفس الشيء محاضرات ويشاهد نفس الشيء المباريات المنتخبات اللي راح نلعب معها، ونفس الشيء يركز على النقاط الضعف والقوه للمنتخبات ويعمل حتى يطبق هذه الاشياء في التمارين. فالحظوظ متساويه يعني، ما نقدر نقول والله هذا المنتخب خلاص هو اللي راح يكون الاول على المجموعه، هذا بلا شك طبعا ما اعتقد موجود. فالحظوظ متساويه لجميع المنتخبات. نعم. اما بالنسبه لموضوع مجلس الاداره على راسهم الشيخ سالم مهيبي، طبعا ما مقصرين، التحفيز موجود، حضورهم يعني دائما يكون لافت ويشجعوا اللاعبين، ونفس الشيء في يعني حفزوا اللاعبين. وطبعا تكلم الشيخ سالم وحضر لتمرين المنتخب في الحصه التدريبيه قبل امس، وكلم اللاعبين والحوافز موجوده طبعا، وحثهم على انهم يبذلوا مزيد من الجهد وايضا يعني يحملوا المسؤوليه. وهذا توجه يعني مش فقط من اداره الاتحاد، ايضا من السلطنه يعني تولي هذا الشيء، هذه البطوله اهتمام كونها يعني اللاعبين يمثلون السلطنه، ومطالب منهم نفس الشيء انهم يرفع شأن السلطنة بإذن الله. وبالنسبة للحوافز موجودة أيضا بإذن الله تعالى. إذا إن شاء الله دائما منتخبنا أيضا يعتاد على اللعب هناك في ملاعب قطر، وأيضا الخروج بنتائج إيجابية هي فرصة سانحة بكل تأكيد للظهور. كل التوفيق لكما، كل الشكر أيضا لك أستاذ عيسى النوبي المنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني الأول هناك بقطر، وكل الأمنيات والنجاحات والتوفيق بإذن الله تعالى نتمناها لمنتخبنا الوطني في أول ظهور له في مونديال العرب. إذن افتتاح رسمي بإذن الله مرتقب بمواجهة تجمع منتخب قطر بنظير البحرين على ملعب البيت في مدينة الخور، هذا يعد ثاني أكبر الملاعب القطرية من حيث السعة في محاكاة لما ستكون عليه انطلاقة مونديال 2022. كلمة أخيرة لمونديال العرب أستاذ أحمد، نختتم فيها جولتنا في الصحافة العربية. والله هي فرصة يعني فرصة أيضا أنه والله نظهر نحن العرب مدى قدراتنا التنظيمية وإمكانياتنا يعني على أساس أيضا الصورة عن الرياضة العربية بشكل عام وقدراتنا نحن التنظيمية إن شاء الله اليوم راح تبرز وتظهر. بروفا. نعم. بروفا مصغرة، نتكلم عن 16 منتخب وفي كأس العالم بيكون 32 منتخب يعني. نعم. تقريبا بروفا خلينا نقول يعني مهمة جدا، وطبعا كما قلت لك الاتحاد الدولي ستدشن هذه البطولة على مستوى عالمي. نعم، ملعبين غير الملاعب السابقة يعني. نعم. الشيء الآخر والمهم أنه الاتحاد الدولي يراهن على هذه البطولة حتى أيضا يثبت أنه والله قطر في يعني قدراتها عالية في التنظيم. وطبعا اليوم العرب يقولوا لقطر نحن معاك يعني. نعم. بهذه البطولة وبهذا الدعم. نعم.
ومن خلال أيضا العناوين اللي تابعناها أستاذ أحمد في الصحافة العربية، تابعنا أيضا الفقرات اللي راح يتضمنها حفل الافتتاح. نعم. في مشهد ربما سيكون واحد من المشاهد التي ممكن أن تصل من خلال العالم. نعم. لرسائل وروابط الأخوة الكبيرة وعمق هذه الروابط بين كل العرب. إلى أي مدى نحن بحاجة إلى هذه التوليفة الأخوية التي تعكس مدى هذه الروابط لكل العرب؟ أول شيء نقول اللهم لك المنة والحمد. نحن اليوم كأمة عربية في الوقت الراهن يعني نحن أقرب ما نكون عن سنوات سابقة حقيقة. بالضبط. يعني هذا نظير الظروف. نعم 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 الحمد لله. هذا أولا. الشيء الثاني اليوم نحن رسائلنا واضحة كعرب أن نحن تضامننا كبير وأن نحن والله لحمة واحدة، وهذا راح يظهر في البطولة وبنشوفه إن شاء الله. اليوم لابد كل المنتخبات العربية تكون حريصة على نجاح هذه البطولة لأنها انعكاس مباشر لمدى يعني تحضرنا نحن كأمة اليوم موجودين، وأن الرياضة العربية أيضا حاضرة. نعم. وأن الرياضة فعلا تصلح ما تفسده السياسة. لكن اليوم الكل على فكرة الكل جاي اليوم محاضر إلى قطر يعني بدون أي يعني بدون أي قيود معينة مثلا. نعم بدون أي أجندة يعني جاي اليوم على أساس ينجح هذا 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 الكرنفال العربي أو العرس العالمي خلينا نقول المصغر والبروفة المصغرة بالنسبة لكأس العالم أمام قطر عام كامل من الجاهزية. تخيل أنت اليوم جاهز قبل، هذه لأول مرة تحدث على فكرة، يعني في روسيا جهزوا قبل بشهرين لكن هنا اليوم في قطر مثلا جاهزين قبل بعام كامل. بالضبط. إذن نحن العرب قادرين أن نحن نكون، وهذا يعزز الثقة في الرياضي العربي في المسؤول العربي أنه هو قادر أنه يكون رقم موجب في الرياضة العالمية. الله عليك الله عليك. إذن هل ترشح منتخب في هذه البطولة الوصول ل أدوار متقدمة؟ والله أنا دائما ما أميل يعني واضح تماما طبعا وبالأرقام أنه منتخبات شمال أفريقيا نتكلم عن يعني المنتخبات العربية والمغاربية المغرب الجزائر تونس راح تكون يعني أرقام ما سهلة طبعا. نعم. المنتخب السعودي رغم أنه هو يجي في الصف الثاني لكن الكرة السعودية على كل حال أثبتت أنها هي عندها منهجية معينة. منتخب مصر أيضا منتخب مصر يجيب ثمانية لاعبين أعتقد أساسيين من الفريق الأول، يتقدمهم الشناوي اللي هو حارس مرمى وهذا. نعم. هذه يعني شخصية كبيرة أو لاعب كبير جدا مهم. لاحظنا كيف نعم هو يقود المنتخب المصري، المنتخب القطري أيضا منتخب مرشح وبقوة. أنا أتمنى حقيقة منتخبنا أنه هو يوصل إلى الدور الثاني، متى ما وصلنا إن شاء الله في الدور الثاني أيضا ما راح نكون رقم سهل لأن نلعب بلا ضغوط يعني. الاتحاد العماني وفر كل مقومات النجاح لمنتخبنا. نعم كل وعسى إن شاء الله يعني يكون رقم موجب أيضا في هذه البطولة. إذن كل التوفيق لقطر لإخراج هذا الحفل الكبير بمشهد يليق بالكرة العربية وبمونديال العالم إن شاء الله تعالى 2022. كل التوفيق أيضا للمنتخبات العربية في مونديال العرب. نختتم جولتنا مشاهدينا في عناوين الصحافة من الأخبار العالمية. كان الحديث الأبرز هناك تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان حاليا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2021 والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وذلك للمرة السابعة في مسيرة هذا النجم. تفاعلت عدد من الصحف العالمية مع تتويج قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول للمرة السابعة في تاريخه. وذكرت الصحف أنه بعد أن كثرت التكهنات وتضاعفت المراهنات وزادت التوقعات رفعت الأقلام وحسم الأرجنتيني ليونيل ميسي الجائزة، كما نال لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا بيدري جائزة كوبا لأفضل لاعب واعد، كما فازت الإسبانية أليكسا بوتياس بالكرة الذهبية النسوية الثالثة في التاريخ لتتوج موسما أحرزت فيه أيضا لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا مع فريقها برشلونة. من جهتها انتقدت صحيفة بيلد الألمانية مجلة فرانس فوتبول بعدما تغاضت عن منح الكرة الذهبية للبولندي روبرت ليفاندوفسكي والذي كان يستحقها منذ العام الماضي بعد سداسيته مع بايرن لولا أن الجائزة ألغيت وقتها، ولم تعوضه المجلة هذا العام واصفة تتويج ميسي بالجائزة بالفضيحة.
إذن رفعت الأقلام مثلما ذكرت الصحيفة، ليونيل ميسي والكرة الذهبية، تحقيق الإنجازات الفردية السابعة للأسطورة ليونيل وسط جدل كبير في من يستحق هذه الجائزة في هذه المرة، هل هي مجاملة أم لا كما قالت عنها الكثير من الصحف العالمية. أستاذ أحمد، هل يستحق ميسي؟ سؤال صعب حقيقة وجدل كبير يعني، لكن بالأرقام هو يستحق، واللي أضاف له أيضا فوزه ببطولة كوبا أمريكا نعم. واللي هو كان محتاج لها يعني، هو اللاعب نفسه يعني، وأعتقد أنه لا زال ميسي قادر أنه هو يحقق يعني أرقام. نعم أرقام أخرى إضافية يعني، أكيد بلا شك 185 صحفي يعني هم من شاركوا في الاستفتاء أيضا، هذا غير الأرقام والنتائج والنقاط، هناك 50 شخصية رياضية متخصصة أيضا ساهمت في أنه والله تضع يعني تضع تقييم للاعبين اللي دخلوا 30 لاعب دخلوا المنافسة يعني. الشيء الآخر يعني واضح تماما أنه هي في إشكالية يعني، أو ما في إشكالية يعني، توحي لك أنه في يعني نسبة مجاملة بالنسبة لميسي، لما نتكلم أنهم هم أيضا من باب المجاملة عطوا ليفاندوفسكي يعني جائزة ترضية، احنا نقولها حقيقة معناته انه في شيء معين يعني. يعني انت هل تتفق مع من يقول انه هذه الجائزة ربما تكون تسويقية اكثر منها حيادية؟ بالضبط بالضبط، هو تتعلق بالاعلان والتسويق والترويج، نتكلم عن ميسي، هذه اول شيء توضع يعني. لكن الارقام تتحدث ايضا نعم. عن نفسه، هو من حصل على حذاء ذهبي في الكوبا، حذاء ذهبي في الدوري الاسباني كافضل هداف، وشل كاس الملك كوبا امريكا وكاس الملك، يعني ارقام كثيره بالنسبه لميسي يعني. ايضا تاثر واضح، تاثر برشلونه بعد خروج ميسي واضح تماما، وان كان سيعود الان برشلونه اتوقع كذا، لكنه واضح تماما تاثير اللاعب وحضوره يعني. اليوم اللاعب او اللاعب اللي في اخر 7 سنوات تقريبا الثابت الى حد ما هو ميسي يعني، ربما لاعب لا يكرره التاريخ كثير بلا شك يعني، هو اسطوره، وفقط هو يعني يحتاج فقط انه هو يفوز بكاس العالم، واعتقد انه بهذا لو تحقق هذا الامر فهو بيتفوق ايضا على الاسطوره مارادونا يعني. بالضبط نعم. تقريبا نحن ننهي كل التفاصيل الخاصة بمحطتنا في الصحف المحلية والعربية والعالمية، كل الشكر لك أستاذ أحمد، حياكم الله أخو أيمن، حياكم الله، إن شاء الله متابعة ممتعة بإذن الله، إن شاء الله وفائزين بحول الله إن شاء الله بإذن الله تعالى. 3 نقاط بإذن الله تعالى اليوم أمام أسود الرافدين. نذهب بكم مشاهدين الكرام إلى فاصل قصير، وبعدها لنا عودة لما تبقى من محطات برنامج الحدث، تفضلوا بالبقاء معنا.
إذن كل الأمنيات والدعوات بإذن الله تعالى نتمناها لمنتخبنا الوطني مثلما ذكرنا في الظهور الأول، وإذن الله بإذن الله أيضا ستكون فاتحة خير إن شاء الله تعالى أمام أسود الرافدين، نقاط أو ثلاث نقاط مهمة كفيلة بإذن الله تعالى أيضا للظهور الكبير والمشرف في أول مشهد افتتاحي في هذا المونديال. وصلنا بكم إلى محطة أخرى من محطاتنا في برنامج الحدث، محطة ضيف الحدث، سنسلط الضوء فيها اليوم على منتخبنا الوطني لكرة القدم للمكفوفين. هذه أو هذا المنتخب تحديدا خاض عدة مباريات ودية دولية خلال أيام ماضية، جدد من خلالها المنتخب الوطني للمكفوفين فوزه على المنتخب الهندي في مباراة الودية الثانية، خرج فائزا بهدفين دون مقابل، وأيضا في المباراة الأولى التي جمعته مع نفس المنتخب خرج بهدفين مقابل لا شيء. هذه المباريات التي تقام ضمن سلسلة المباريات الدولية الودية التي يشرف عليها الIBF وهو الاتحاد الدولي لرياضات المكفوفين، وأيضا تستضيفها وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة باللجنة البارالمبية العمانية على ملعب التراتان الخارجي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر. على كل تفاصيل مختلفة بإذن الله تعالى أيها الأحبة سنتعرف من خلالها على ضيوفنا اللي راح أيضا يحدثون عن كثير من موضوعات هذه المباريات والتحضيرات أيضا القادمة من بطولات قادمة لهذا المنتخب الجميل والمميز منتخبنا الوطني للمكفوفين. دعوني أرحب بضيوفي في البرنامج، أرحب بالكابتن أسعد بن سيف الذهلي مدرب منتخبنا الوطني للمكفوفين. يسعد مساك كابتن أسعد ونبارك لكم هذا الفوز والتتويج. أشكرك أستاذ أيمن والله يبارك فيك وسعيد بتواجدي معك. الله يسعدك يا رب، ويعني قدمت مباريات كبيرة وتابعنا أيضا هذا الحراك الكبير لأغلب مبارياتكم، أيضا بطلنا الجميل والمبدع وهدافنا خلنا نقول الكابتن سعيد بن أحمد العيدي لاعب منتخبنا الوطني للمكفوفين. يا مرحبا يا سعيد، يسعد مساك. أهلا وسهلا أستاذي وشكرا لتسليط الضوء على هذا اللقاء اللي هذا واجبنا. وكنت مميز ما شاء الله عليك في المباراة الأولى جبت هدف، وفي المباراة الثانية مع نفس المنتخب جبت هدف، يعني وش هذا الإبداع تميز ما شاء الله عليك؟ يعني هذا أكيد بدعوات الوالد والوالدة وثقة المدرب وزملاء اللاعبين فينا. نحتاج أمثالك حتى في منتخبنا الوطني اليوم، مفتقدين إلى كذا مهاجم مميز. كابتن أسعد داني أسألك أولا عن تأسيس هذا المنتخب، نعرف أيضا المشاهد عن انطلاقته. في البداية أشكر اللجنة البارالمبية العمانية على تأسيس أو بداية تأسيس هذه الرياضة، بدأت في 2017 بدعم من شركة انهانس. بدأنا في البداية بلاعبين أربعة أو ثلاثة لاعبين، يعني يصعب أنك تلعب أنت مباراة تجريبية، كنا نواجه الكثير من الصعوبات، لكن بجهودات الجميع بجهود الكوتش يونس خطيبي أوجه له التحية من سلطنة عمان، هو اللي بدأ هذه الرياضة، فبجهوداته بدأنا بنشر الرياضة حول للمكفوفين ودعوتهم لتجربة هذه الرياضة، والحمد لله بدأنا نجني بعض الثمار. من الأسبوع الماضي بدأنا نحقق نتائج طيبة ونطمح للمزيد إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله. وسعيد واحد من هذه الكوادر كابتن سعيد، يعني أنت واحد اليوم صرت من العناصر المهمة في المنتخب الوطني، خلنا أكلمك عن يعني التميز، وإيش أسباب هذا الإبداعات اللي تقدمها من مباراة إلى مباراة أخرى؟ بفضل التمرين، استمرارية في التمرين رغم الصعوبات واللي واجهناها، يعني بفضل ثقة المدرب مثل ما خبرتك. يعني قبل المباراة كان يقول أنا واثق فيكم وواثق أنكم تحققوا نتيجة طيبة تشرفوا فيها البلاد إن شاء الله. يدعمكم دائما بروح معنوية كبيرة. أكيد أكيد. جميل جدا، راح ايضا نتكلم عن تفاصيل مختلفه في هذا الصدد، فقط دعوني نتابع هذا التقرير الخاص بهذه المباريات والتحضير ايضا للبطولات القادمه لمنتخبنا الوطني للمكفوفين. بهدف تمكين ذوي الاعاقه البصريه من ممارسه رياضه كره القدم على مستوى العالم، نظمت اللجنة البارالمبية العمانية في الأيام القليلة الماضية تحدي مسقط لكرة القدم للمكفوفين بمواجهة دولية ودية جمعت منتخبنا الوطني للمكفوفين أمام المنتخب الهندي
على ملعب التراتان الخارجي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية. تشرفنا بحضور هذه المباراة لتجمع منتخبنا الوطني مع منتخب الهند الصغير، وحقيقة يعني انبهرنا بأداء المنتخبين، وكرة القدم لا تعرف ولما ليس لها حدود، إن كانت إعاقة أو من الأصحاء، فهي جمعت الكل والمهارات حاضرة ما بين المنتخبين. اللقاء الذي يقيم لأول مرة في سلطنة عمان جاء نتيجة لما حققته اللجنة البارلمبية من تقدم وتطور في مجال رعاية ذوي الإعاقة بعد أن شهدت المحافل الرياضية العالمية تألقا عمانيا مميزا. فعلا نحن في اللجنة البارلمبية اتخذنا استراتيجية استخدام الرياضة كوسيلة لدمج المهارات بكل فئات المختلفة، واليوم الشباب برهنوا لنا في الملعب انهم قادرين، فالكفيف قدر يتعامل مع كرة القدم وقدر يثبت انه مهاراته عالية وقادر على العطاء. الحمد لله قدرنا نجمع شباب من كل مناطق عمان يمثلوا المنتخب، ففي المنتخب مكونين شباب من صلالة ومن الداخلية ومن الظاهرة وايضا من مسقط، فهذا التنوع اعطانا فعلا منتخب نتوقع له مستقبل باهر ان شاء الله. وحسم منتخبنا الوطني اللقاء بهدف دون رد سجله النجم المتألق سعيد العيدي في مباراة قدم فيها الأحمر مستوى كبير ولافت في أمسية شهدت إضاعة لاعب المنتخب الوطني صقر القاسمي لركلة جزاء في الشوط الثاني، إلا أن هذا لم يمنع الأحمر من الفوز باللقاء وسط فرحة كبيرة للاعبين. الحمد لله أول نتيجة في أول مباراة لولية السلطنة كانت نتيجة إيجابية تعطينا حافز كبير للفترة القادمة، تعطينا مؤشرات أن هذه الفئة راح تحقق إنجازات كبيرة في الفترة القادمة. الحمد لله طبعا هذا ثمار الجهد اللي قمنا فيه خلال ثلاثة أشهر، قمنا بمجموعة من المعسكرات والتدريبات، الحمد لله اليوم بمجهود الشباب وتكتيك المدرب نحن حاولنا يعني نمشي على كل الملاحظات اللي خبرنا فيها المدرب. بهذا الانتصار أكد المنتخب الوطني جاهزيته للمشاركات الدولية والتي تأتي في مقدمتها بطولة آسيا التي تستضيفها الهند، بعد أن برهنت كتيبة المدرب الوطني أسعد الذهلي أنها قادمة وبقوة لخوض التحديات القادمة. إذن شكرا لخليفة السريري اللي تابع هذا الموضوع وخرج لنا بهذا التقرير. فعلا نقول أن الهمة والطموح والإرادة متاحة للجميع لا تحترف بالأصحاء وغيرهم. تقرير جميل أثبت لنا مشاعر العزيمة والإرادة والهمة عندما تكون حاضرة وموجودة. إذن أرحب بضيوفي من جديد. تابعنا هذا التقرير كابتن أسعد، يعني واحدة من نقول يعني المشاعر الجميلة، يعني رغم كل التحديات رغم كل الصعوبات إلا أنهم كانوا حاضرين. خلينا نتكلم عن أبرز هذه التحديات والصعوبات اللي أنت تواجهها كمدرب لهذا المنتخب وحتى أيضا اللي يواجهها اللاعبين. وفي العديد من الصعوبات كونها رياضة جديدة على السلطنة وعلى الوطن العربي، فهذا يعني احنا ميقنين من البداية أن راح نواجه الكثير من الصعوبات، لكن بتعاون الجميع تغلبنا على أغلب الصعوبات. أولا الصعوبات الفنية كونها رياضة جديدة، فما في مصادر أو مراجع يرجع لها المدرب لاختيار تمارين مخصصة لهذا الفئة. جميل. فالمدربين مجبرين على ابتكار تمارين أو تكييف تمارين من كرة القدم للمبصرين إلى بما تتناسب مع كرة القدم للمكفوفين. الله عليك. فكذا يحتاج من المدربين جهد عالي أكثر. نعم مضاعف. أيوه جهد مضاعف. ثاني شيء يعني التركيز على العامل النفسي لهذه الفئة مهم جدا، يعني هو اللاعب ممكن في حياته منذ الصغر واجه الكثير من الصعوبات اللي هو التصادم، اصطدام بجسم ثابت أو أي شيء، فممكن أنت لما تطرح له فكرة كرة القدم للمكفوفين في البداية يعني يراود الخوف، لكن يعني مع الوقت ومع المعنويات ورفع أيوة لما يحضر للملعب بطريقة أيوة أو بأسلوب معين تعاون الجميع، ولما يفهم هذه الرياضة فيعني
يصير الموضوع ممتع يعني ما في أي بالضبط. صعوبة أيوة. بالضبط. أسألك سعيد وأنت كلاعب كيف ممكن وأنا أشوف هذا التقرير تستشعر وجود الكرة أمامك أو مثلا وجود الخصم كيف تعرف مثلا الزاوية وأنا أشوفك أنت تسجل من ضربات الجزاء؟ أول شيء هي تعتمد على التركيز لازم تكون ذهنيا حاضر في الملعب لأن الكرة تعتمد أغلب على الصوت وفي يعني المدافع الخصم لازم ينطق كلمة اللي هي بوي عشان تجنب الاصطدام وكذا وفي يعني لاعبين يشعرون بإحساس يعني في الملعب وتركيز يعني كلها تعتمد على الأصوات حركة أيوه. الكرة أيوه. أصوات اللاعب أيوه هو حتى في تمرير الباصات مثلا أيوه هو كل هذا كل أنظمة وقوانين كرة القدم المكفوفين تم تغييرها بما تتناسب مع المكفوفين أو بما أو يعني تم تغيير حتى الكرة خلوها تتناسب مع ظروفهم أي مع ظروف المكفوفين أو تحويلها من الوضع المرئي إلى إلى الوضع الصوتي عشان توصل للكفيف بشكل مناسب حتى الكرة فيها جراس ممكن اللاعب الكفيف يستشعر مكان وجود الكرة سواء أيوة سواء كانت على اليمين أو اليسار المدافعين مجبرين أو اللاعب المنافس مجبر على أنه ينطق كلمة فوي هذه يحاسب عليها قانون كرة القدم المكفوفين جميل. فاللاعب مجبر أنه هو ينطق كلمة فوي عشان اللاعب المهاجم حامل الكرة يحدد مكانه ويتجنبه يا سلام لكنه أنا مستغرب كيف موضوع المرمى يعني كيف مثلا سعيد يسجل لك كرة أو ضربة جزاء ويعرف وين الزاوية هذه يعني يقوم فيها شخص خلف المرمى يسمى الموجه احنا معانا في المنتخب العماني الزميل العزيز أسعد السالمي موجه له التحية نعم. هو الموجه الفريق دائما يكون على تواصل دائم في الملعب أثناء اللعب بالصوت عالي بالصوت يعني ايوه بالصوت وهو لكنه كذا ما يسمع الحارس انه مثلا اذا تقول له الزاويه اليسار او على اليمين هو يسمع لكن في طرق يعني مشفره ممكن يتواصل فيها الموجه مع الغاز بينكم ايوه يعني. ايوه بالاخص لما يكون الوضع يعني مثلا مع المنتخب الهندي واحنا نوجه بالعربي فهو ما يتلقى اي معلومه يعني فالبلنتي يقوم فيه الموجه بوصف الجول عن طريق قرع القائم والعارضه واللاعب الكفيف يرسم او يحدد الجول في ذهنه قبل التسديد وهذه سعيد اللي تلبس على الوجه هذا القناع اللي يلبس على الوجه هذا يحميكم من مثلا لا سمح الله من صدمات معينه او احتكاك بلاعب اخر اتوقع ايوه اكيد بس يعني وفيها سنسرات معينه مثلا ايوه الهدف الاول من هذا ان التساوي ما بين اللاعبين يعني في بعض اللاعبين نعم يعني يتوفر له نظر بسيط او بقايا نظر هذه من باب المساواه بين اللاعبين نعم ولتغطيه الفروقات البصريه بين اللاعبين يعني اللاعبين جميعهم ايوه اللاعبين جميعهم ما يعني ما يمتلكوا نفس نسبة البصر بالضبط بعضهم بالضبط. في نسبة بصر تفاوت ايوه في تفاوت نعم فهذا عشان من باب العدل الانصاف ايوه نعم. باب الانصاف يعني القانون يجبر ارتداء هذا الماسك او نعم. القناع اسالك كابتن عن التحكيم وكيف مثلا موضوع احتساب الاخطاء هل في قاعدة معينة او قانون معين يمشي عليه محكم او الحكم في قواعد مخصصة لهذه اللعبة اولا في فاول شخصي للاعب وفي فاول جماعي للفريق ككل مثل ما قلنا المدافع اذا لم ينطق البوي واصطدم فيه ممكن تحسب كخطأ فردي جميل. له هو شخصيا فاذا تكرر الخطأ اكثر من 3 مرات يتعاقب انه هو يستبدل او يطرد برا الملعب هذا اولا ثانيا الفريق او الخطا الجماعي اذا تكرر ل5 مرات في الشوط الفاول السادس يكون بلنتي في هذه القوانين يعني ثبتت لهدف انه تكون الخشونه اقل بالضبط في المباراة. بالضبط ولاحظنا ما شاء الله التفاعل الكبير جمهور حاضر متواجد لمؤازرة منتخبنا الوطني للمكفوفين إذن هذه الثقافة بدأت تظهر بشكل كبير أن يلعب منتخبنا الوطني للمكفوفين مثل هذه المباريات تحضيراتك بطلنا سعيد للبطولات القادمة أنتم مقبلين على بطولة آسيا إن شاء الله في أكتوبر 2021 إن شاء الله يعني
بعد هذه الفترة ناخذ استراحة بسيطة ونشوف يعني الاستعدادات اللي يرسمها اللجنة البارالمبية والكوتش أسعد والمختصين، وإن شاء الله احنا جاهزين لخدمة الوطن في أي وقت وايد بإذن الله. لو توعدنا تكون واحد من الهدافين والأسماء إن شاء الله تعالى في هذا البطولة أنت ورفقة الزملاء، استمرار بالتدريب والجهد إن شاء الله نقدم مستوى يليق باسم السلطان بإذن الله تعالى. أتمنى لكم إن شاء الله تعالى كل التوفيق والنجاحات في قادم الوقت. أنا متشوق ويعني حديث شيق معكم في هذا البرنامج، وما شاء الله دائما تعيدون أنتم بالمزيد من النجاحات. كابتن أسعد شاكر حضورك تواجدك اليوم معنا في استوديو الحدث. أسعد بن سيف الذهلي مدرب منتخبنا الوطني للمكفوفين، وعسى إن شاء الله تعالى في القادم تكون واحد من الأبطال نحتفي فيكم إن شاء الله تعالى في الحدث. إن شاء الله. شكرا لك. أشكرك. أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. إذن أيضا بطلنا سعيد بن أحمد العيدي لاعب منتخبنا الوطني للمكفوفين، كل الشكر لك، ونتمنى لك إن شاء الله مزيد من النجاحات والتقدم، إن شاء الله تكون واحد من الأسماء الكبيرة إن شاء الله في لعبة كرة القدم للمكفوفين. إن شاء الله بدعمكم ومساندكم إن شاء الله نقدم المستوى الليدي إن شاء الله بإذن الله بدعم الجميع. كل الشكر لكما من جديد. وصلنا بكم أيها الأحبة إلى محطة معلومة رياضية، نسلط الضوء فيها على لعبة المبارزة. فريق الإعداد التقى بالأمس مع المدرب هشام كرشود مدرب منتخبنا الوطني للمبارزة، خرج لنا بهذه المعلومة عن الأسلحة المستخدمة في لعبة المبارزة. نتابع ولا نعود. في المبارزة في ثلاثة أنواع من السيوف، في نوع الفلوري اللي هو سيف الشيش أو سيف الفلوري، وفي سيف المبارزة أو سيف الإيبي يسمى دوليا، أو في سيف العربي أو سيف السايبر. الفرق بيناتهم هو طريقة اللمس ومكان اللمس. بالنسبة لسيف الفلوري هو يعتبر سيف خفيف، وزنه 500 غرام، طوله متر وعشر سنتيمتر. النصل يكون عنده نصل في مؤخرته في الذبابة. طريقة اللمس هي الوخز بالذبابة، لازم توخز بمقدمة السيف بالذبابة تتحصل على لمسة. الأماكن اللمس هي الصدر والظهر، هذا الأماكن. بالنسبة للسيف الإيبي يعتبر هو السيف أثقل سيف عندها في الثلاثة السيوف، يكون وزنه 750 غرام، يكون طوله متر وعشرة سنتيمتر. نفس الشيء نفس السيف الفلوري، يكون مقدمته في ذبابة، هي نلمس بالوخز بالذبابة. كل سيف يكون عنده قبضة، فالقبضة هذه تختلف من القبضات حسب هو المداول. وفي القبضة الفرنسية الكلاسيكية اللي يلعب كلاسيكي دائما يمسك القبضة الفرنسية، أو قبضة البلجيكية يعني قبضة المسدس. بالنسبة لسيف العربي أو سيف السايبر، هو سيف طريقة اللمس بالضرب أو القطع، أو اللمس بمقدمة السيف. مش في شي بوانت هذه اللي تختلف بين سيف الفلوري والإيبي، ما في ذبابة الأمام، في بس مقدمة السيف اللي عنا حق نلمسه به. هذا الفرق بيناتهم الثلاثة. بالنسبة لسيف السايبر تلمس إلا في الجزء العلوي متاع الجسم، يعني الأعضاء العليا كل في الجسم عندك حق تلمس فيها. بالنسبة لسيف الإيبي نلمسه في الجسم الكامل، من الرجل حتى للرأس، وإن تلمس تتحصل على نقطة قانونية. بالنسبة لسيف الفلوري بس هو ليش سريع الحركة، هو أقل منطقة تلمس فيها يعني في الصدر والظهر، بس هذا اللي عندك حق تلمس فيه، إذا تلمس في منطقة غير ما تتحصل على لمسة قانونية. في محطة تريندينج الحديث عن دخول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما حقق الكرة الذهبية السابعة في تاريخه في حفل بالوندور الكبير مساء أمس. توجت مجلة فرانس فوتبول النجم الأرجنتيني بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ل 2021، متفوقا على البولندي ليفاندوفسكي الذي حل ثانيا. في إنجاز غير مسبوق على الصعيد العالمي، حصد الأيقونة ليونيل ميسي ناجم باريس سان جيرمان جائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2021 للمرة السابعة في مشواره، وذلك خلال حفل جوائز مجلة فرانس فوتبول
الذي شهد حضورا مميزا في العاصمة الفرنسية باريس. وتسلم ليونيل ميسي الكرة الذهبية السابعة في تاريخه، والتي حصدها بعدما قاد منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بلقب كوبا أمريكا بعد التفوق على البرازيل في عقر دارها بالمباراة النهائية، والفوز بلقب هداف الليغا الإسبانية مع برشلونة، ونال مع الفريق الكتالوني لقب كأس إسبانيا كوبا ديري. وتفوق ميسي النجم السابق لبرشلونة على البولندي روبرت ليفاندوسكي هداف بايرن ميونخ الذي جاء في المركز الثاني مع جائزة أفضل مهاجم، وحل الإيطالي جورجينيو نجم تشيلسي في المركز الثالث، يليه الفرنسي كريم بنزيما هداف ريال مدريد، ثم الفرنسي نوغولو كانتي نجم وسط تشيلسي في المركز الخامس. وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الخمس كرات ذهبية في المركز السادس، والمصري محمد صلاح هداف ليفربول سابعا. وعلى الصعيد الفردي توج الإيطالي جالويجي داني روما حارس مرمى باريس سان جيرمان بجائزة حراسة المرمى، وفاز الإسباني بيدري لاعب وسط برشلونة الإسباني بجائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد، كما منحت المجلة نادي تشيلسي لقب أفضل فريق بعد النتائج القوية التي حققها خلال الفترة الماضية. وفي منافسات السيدات حصدت أليكسا بوتيس لاعبة برشلونة الإسباني جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم، وتفوقت صاحبة 27 عاما في التصويت على زميلتها في الفريق الكتالوني ليكي مارتينيز. إذن مشاهد جميلة لحفل كبير ننتظره سنويا في من يحصل على جائزة الكرة الذهبية في كل موسم. وختاما ومع ختام أحداثنا الرياضية لهذا اليوم ومتابعتنا أيضا لهذا الحدث، نقول رغم كل ما قيل ويقال ورغم كل الجدل الكبير والمقارنات، ها هو ميسي الطفل الذي عانى في طفولته من المرض والفقر ليصبح بعد ذلك النجم الأول في نظر الكثيرين من عشاق كرة القدم، يتوج من جديد بالكرة السابعة موجها للعالم رسالة مفادها أن ميسي للتاريخ وربما لا يتكرر كثيرا في عالم المستديرة. ليونيل، قصة ملهمة من النجاحات لكل العصور، قالها مرة: إذا كان لديك حلم عليك أن تعمل بجد لتحقيقه، النجاح لن يأتي بسهولة وهناك ثمن يجب عليك تقديمه ودفعه، عليك القتال حتى تصل إلى حلمك والتضحية والعمل أيضا الجاد من أجل تحقيقه واقعا. دمتم بعافية مع هذه الأجواء الجميلة والمنعشة والأجواء الطيبة، نتمنى لكم أوقات سعيدة ممتعة، دمتم بعافية، في أمان الله. We'll be right back.